خلصنا من حل مشكلة تراكم الأملاح على خلايا التبريد. اليوم إن شاء الله راح نصلح مشكلة تراكم الأملاح على خلايا التبريد. جبنا ماسورة واحد بوصة اللي هو ماسورة سباكة، راح نحدد عليها خط مستقيم وبعدين نبدأ في تخريمها بالدرير. طريقة تحديد الخط المستقيم اللي هي كالتالي: حطيناها جنب الرماية، راح نجيب القلم الخط ونمشيه بهذا الشكل حتى يعطينا خط مستقيم، نبدأ في تخريم الفتحات عليه. خلصنا من حل مشكلة تراكم الأملاح على خلايا التبريد. إن شاء الله أنها تكون طريقة فعالة. أول شيء غيرنا الماسورة اللي فوق وخرمناها بشكل مناسب مع امتداد الخلايا علشان نضمن وصول الماء الكامل للخلايا في نفس الوقت. أيضا غيرنا دينامو واحد حصان، الغطاس كان نص حصان فما يعطي الضغط اللازم. ركبنا دينامو، هو من الأفضل تركب غطاسة علشان ما يكسب هواء، لكن احنا عندنا دينامو وقلنا نجرب عليه وبعدين نحولها إلى غطاس. هذا دينامو واحد حصان. نبدأ الآن في تشغيل الخلايا اللي هو الدينامو. بسم الله وعلى بركة الله، ما شاء الله تبارك الله. لو تلاحظون الآن الموية تمشي بانسيابية داخل الكرتون، هذا يغسل الملح اللي يكون جاي على الكرتون بعد دخول الهواء. ما شاء الله تبارك الله. طبعا راح ننتظر شوي على بال ما تتغطى كامل الخلايا. تلاحظون الان الماء بدا يدخل مع الكرتون، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الان كميه الماء اللي نازله من الخلايا كميه كبيره، هذا دليل على انسيابيه الماء داخل جميع الخلايا. تلاحظون المويه جالسه تمشي بشكل متناسق بين البدايه والنهايه من الخلايا. ما شاء الله تبارك الله. بهذه الطريقة يا أخوان نضمن أن الخلايا ما تتراكم عليها الأملاح بشكل سريع، يعني راح تخدم معك إن شاء الله فترة طويلة.